الشهر المبارك. طلب علمي في مكة، ولما أراد أن يرجع ربي يفرحهم ان شاء الله كما فرحونا ان شاء الله، وربي يعطيهم ما يتمناو. حاجه هايله هذه، سي نورمال هذه مولاي، شويه تحسن الواحد الانسان. كثر خيركم وربي يجازيكم ان شاء الله، وهنيتونا وربي يهني الناس يكونوا ان شاء الله، وتلقوها عند ربي ان شاء الله. ما دام موجود مثل هذه الهبه الايمانيه، الهبة المتبعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجزائر فيها خير كثير، لا يعرفها كثير من المجتمعات، والله لا يعرفها كثير من المجتمعات. أن نصل إلى هذا العدد، إلى هذا يعني هذه الأزواج في ولاية مسيلة فقط، وهناك ولايات أخرى تقوم كذلك بمثل ما تقومون به، الشعب فيه الخير.